تقولون مور الشمس. انتم دابا هذا الباركينغ هذا ديال اللاعبين دابا ديالهم هما ماشي تحل، خاصه اننا دابا حنايا راه حنا مقبلين على المعرض الدولي للفلاحه. شوف تبارك الله الدنيا كيعامره لي توريست، وهادشي دوره اقتصاديه يعني كتنعش في هاد الاوقات. ياسر ما مشكل ديال باركينغ دابا هذا، دابا هذا ديال اللاعبين هو خصو يتطلق اون يورجونس، وخصهم هذا ديال بالنسبه للناس اللي يقول لك واه علاش نديروا بهذا الجديد ديال باب الرحى، راه مهم هذاك اللي غيدير باركينغ سوتيرا ها علاش؟ اكيد لان ها هو ديال الغرفه عامر زين العابدين حتى هو الساحه هذه الله يعجب الفراش. لا ان شاء الله قريبا قريبا ان شاء الله تعالى باب منصور توحشناه ان شاء الله، هادو بجوج غيتحلوا ان شاء الله في القريب الابواب. هذا الشيء الابواب هذو اللي تصوبوا هنايا حدا باب عيسي ها هما هادو اللي هنايا دور ونق وجمال خاصه. حنا دابا في حدا العقبه ديال دار السمن مع الاساتذه الكرام، تنديروا واحد الجوله تفقد ديال يعني الاجواء ديال سيدنا رمضان اواخر سيدنا رمضان. انت شفت تبارك الله الجماليه اللي عطاو هذا المحلات هذا، كاينه الجماليه كاينه جماليه تبارك الله، وداك الشيء نظيف المستوى كاين. هو يقول لي واش انا احسن هاد البيبان هكا كيف غيديروا موحدين حتى هما موحدين كلشي موحد، حيدوا لهم دوك البيشان وداك لا بغيت شي ندير شويه شي باش مثلا ديال هنايا لاري غوبون ولا شي اشهار. لا يدير الاشهار غادي يعطيهم البلاصه فين يدير الاشهار، غير هو من الفوق غير هو الكيبيات حيدوا دوك البيشان اللي كانوا مروكسين الدنيا. انت شو اللي تيقول لك اشنو الدور ديال التثمين ديال المدينه العتيقه؟ احنا ما كرهناش هاد الهبطه اللي على اليسر، هذه الهبطه ديال عقبه دار السمن. هادو اللي على اليسر كلهم في شي برنامج ملحق كلهم، شوف الجماليه ديال ديك البلاصه مع مقارنه مع هذا، هادو كلشي خصو يحيد هادشي. هاد المحلات كلهم يتعاودوا لهم الواجهات ديالهم ويتلقى الحل هاد الجهه اللي على اليمن، هادي الحل الوحيد اللي كاين هو التعويض ديال اصحاب المحلات والسكان، ويبان السور على طول هاد الهبطه هادي حتى لاله شافيه. داك تيقولوا لاله شافيه برج لاله شافيه، داك البرج اللي فيه دابا هاد هنا كمعلومه، هنا شحال هادي راه كانت واحد الباب تاريخي هنا هي والباب اللي في الهديم، علاش ما تعاودش شدات هذيك ديك الباب ديال زين العابدين؟ ايوا دابا انت كتشوف الطريق كي دايره، غير درتي الباب غادي تخنق الطقال. هما احتفظوا بالابواب اللي هي دايره بالباب سميتو بالاسوار، ولكن كاع داكشي اللي هو لا سيركولاسيون مودرن ولا كان داك الباب كانوا تيسدوا على الثقافة ديال شحال هذه، كانت الابواب التاريخيه كان عندهم واحد الدور دفاعي، كتوصل واحد الوقيته كيتسدو اللي في شي حومه يسمر فيها. دابا هنايا هاد الجهه دابا اللي على اليمن اللي دابا حنا فيها، يعني الحياه في الماضي ما كانتش 24 ساعه على 24 ساعه، كانت مور قلا مور العشاء ولا مور المغرب جمع وطويل. سد الباب هنايا شتي هذا البرج هذا ديال لاله شافيه، هذا خصو يبان صراحه. واش دابا الشقه بانت لي تما؟ لا هذا راه خصو يحيدو هذا، يتحيدو هاد السكان هادو كاينين كاملين، هادشي هذا اللي هنا يعوضوهم عادي يمكن لهم هاد الجانب هذا. سينما اومبير تاريخي؟ لا هادي ماشي سينما اومبير، هادي سينما يا ربي تفكرني بها، المونديال اومبير كاين بحمريه. هادي سينما المونديال، وهادي اللي علي من سينما الاطلس، اطلال سينما الاطلس اللي بقات، وكاينه سينما ابولو. هي غير وامزين فيها ثلاثه ديال السينمات، ودابا المشكله ديال السينمات هما انهم راه هما وامزين فيها ثلاثه ديال السينمات. شوف باش تعرف الناس كيفاش الناس كانوا كان بحال عندك هنا واحد الحومه ديال الديفيرتيسمون مركز ثقافي، هنايا كانت حومه فين تيجي الناس اجل الترفيه، فالملاذ ديالهم الواحد هو السينما. الا ما كانش مشى شي جرده راه تيجي السينما، هادشي اللي كان شحال هادي شحال الاستاذ كنتي كتدخل السينما؟ 5 دراهم دابا حق السعاده، 6 دراهم دوز عشيه جميله. حنا عرفتينا اش دايزين هنا باش نشوفوا الطلعه ديال عقبه ديال سميتو سيدي دي علي منون، راه تقريبا كملوها ولات رائعه ها هي قدامنا. دابا خاص حتى الناس مالي المحلات ومالي هادشي خاصهم شي شويه ينخرطوا في هادشي. لا اكيد، وحتى بهاد المجهودات اللي كديرها الاستاذ زكريا تنشكرك زعما عليها، هذا واجب، هذا تخلينا نعرفوا كل ما هو جديد ما
يخص ترميم وتجديد ديال العاصمة الإسماعيلية. هذا واجب. هذه باب المرس هنا كانت عاوتاني باب سميتها باب ماشي باب بوعمير. هذا ها هما راه تيزفتو هاد البلاصة هادي اللي بقات. شوف ها الأشغال أستاذ، عرفتي شنو هاد البارتي؟ واحد البارتي كانت مدقرادية في الطريق، راه متبعين حتى هاد الورشة ديالها. هذا ورش صاحبة المزرعية جماعة هادي الصيانة، الصيانة الاعتيادية هادي خاص بالصيانة، هذا ما عندوش علاقة بالتهيئة. هاد الشيء نورمالمون تيخصو كل عام يكونوا هاد لي شونتي هادو. هنايا راه كاين الأشغال، تيعاودوا واحد تيديروا لا ريفيكسيون واحد البلاصة كانت أبيمي، كانت الطريق فيها مدقدقة. إوا هذا كل ما يخص الجولة هادي. تحييكم، تبارك الله عليكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم.